الدارين، قلتوا راجعين او سبتونا مشتاقين. اتجرحنا بنظرة واحدة من عيونكم، اتجرحنا وشوفنا ياما اسوا منكم. غدارين يلي عشتونا غدارين، قلتوا راجعين او سبتونا مشتاقين. اتجرحنا بنظرة واحدة من عيونكم، اتجرحنا وشوفنا ياما اسوا منكم. كنتوا فين واحنا فين لما سبتوا القلب داك من سنين؟ كنتوا فين لما طال الليل علينا وفواك سهرانين؟ كنتوا فين والمواد اللي توعدنا عليها فين؟ كله راح من يوم غيابكم، كله ضايع من سنين. كنتوا فين والمواد اللي توعدنا عليها فين؟ كله راح من يوم غيابكم، كله ضايع من سنين. اتجرحنا بنظرة واحدة من عيونكم، اتجرحنا وشوفنا ياما اسوا. دمع العين عليكم جف من كتر القالين، والقساوة اللي في قلوبكم دوبت فيا الحنين. حتى دمع العين عليكم جف من كتر القالين، والقساوة اللي في قلوبكم دوبت فيا الحنين. قلتوا يا ما علينا يا ما ده حب العمر يا ما، واللي شفنا كان جراح وشوفنا ياما أسوا منكم. الله 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 الله، ايه الجمال ده؟ ربنا يخليك. خالد البنان المطرب الأغنية الشعبية نجم النجوم، بجد صوت رائع وجميل جدا. بس انا نفسي اعرف انت اشمعنى بقى اخترت الاغنيه الشعبيه، الاغاني الشعبيه اشمعنى الاغاني دي؟ انا لما غنيت كنت بغني من صغري. انا عارفه انت بتغني من 6 سنين. فارتحت في الغنى الشعبي. ارتحت لان حبيت المطربين الشعبيين. زي مين بقى؟ مثلا استاذ حسن الاسمر الله يرحمه. الله يرحمه. عمنا العظيم واخونا الكبير النجم رضا البحراوي. ده قدوتك طبعا؟ رضا البحراوي. انا شايفه انت يعني صوتك قريب منه شويه، يعني فعلا فيك منه كتير قوي. يعني ده مدرسه لينا، يعني رئيس الجمهوريه بتاعتنا بتاعت الاغنيه الشعبيه. بتاع الاغنيه الشعبيه. الاغنيه الشعبيه الراقيه. تمام. ما في اغاني كتير في شعبيه بس مش راقيه، يعني مش اي حد يقدر يسمعها. طبعا. لا ما شاء الله عليك، الاغاني بتاعتك حلوة. أنا عارفة أن الموهبة عندك من وانت صغير، وأن مامتك هي اللي نمت الموهبة دي عندك. ربنا يخليها. دور ماما بقى في الموهبة بتاعتك، يعني شجعتك إزاي أول ما اكتشفت الموهبة دي؟ هي كانت دايما يعني تخليني نعمل حاجة. تغني يعني تشجعك. تقولك صوتك حلو. وكان والدي برضو نفس الحكاية، وأنا كنت قاعد ما اعترضوش يعني.
ما حدش قالك لا بلاش غنى، لا اطلع حاجة تاني؟ لا 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 بالعكس، الوالد او الوالدة مشجعيني جدا على الموضوع ده، تمام. فجربت والحمد لله كان في قبول، الناس طيب حبتني. المطرب الشعبي القدوة ليك رضا البحراوي طبعا. طيب مطربة شعبية، ما هو اكيد عشان ما نزعلش حد يعني وفي مطربات كتير على الساحة. هو في ممكن مثلا، طب احنا معانا مفاجأة بقى، تستقبل بقى انت الاتصال ده وتقول الو؟ قول الو كده. الو الو، مين؟ مين؟ انا ماما الخير حبيبتي يا روح قلب ماما انتوا اولا انتوا منورين الدنيا كلها، ربنا يخليك يا رب، منوره يا انجيم ربنا ودايما يخليكي، متالقه، ربنا يخليك منور يا رب. يا خالد انت اللي جميله عشان جبتي نجم جميل كده في كل حاجه. والله خالد جميل، مش علشان ابني، والله منورنا بجد في الاستوديو، يعني هو يستاهل الخير كله، ربنا يكرمه يا رب ويوفقه. عاوز تقول ايه لوالدتك؟ ربنا يديها الصحة وطولة العمر ويخليها لينا كده وتفرح بينا كده واحد ورا التاني كده يا رب. عاوزة تقولي ايه لخالد؟ عايزة اقول له ربنا يكرمك يا رب ويوفقك ودايما من نجاح لنجاح، واتمنى اشوفك دايما كويس وفخورة بيك قدام الناس كلها بطربك وبأدبك وبأخلاقك وكل حاجة. يعني خالد يتميز، مش عشان ابني والله، يتميز بالأخلاق العالية، محترم جدا والصغير والكبير بيحبه وبيحترمه، حتى لو حد أكبر منه في السن بيحبوه جدا وبيحترموه وبياخدوا رأيه في حاجات كتير. ما شاء الله بجد، يعني احنا بنشكرك فعلا، نشكر ماما على كل دعمها ليك بجد، وربنا يخليها لك ويخليك يا رب. بنشكرك جدا. هتسمعنا ايه بقى تاني؟ انت قلت رضا البحراوي، وده نجم كل الناس بتحبه، ونجم يقتضي بيه فعلا، يقتضى بيه فعلا يعني بجد، ان انت اخترت حد. بس احنا عاوزين بقى اغنيه كده لرضا البحراوي. تمام يلا بينا. في اغنيه اسمها وصية أب. ممكن نسمعها؟ هي مش بتاعت رضا البحراوي. بتاعت مين؟ هغنيها لك بعد رضا البحراوي. ماشي اوكي. تحب تقعد احسن؟ ماشي. الكاميرا يكون احسن؟ ماشي. احنا مش عاوزين نتعبك. عايز اروح. يلا يلا. ياللي ناويين على الجراح صعب جدا تجرحوني، صعب جدا تجرحوني، بكرة تتمنوا السماح تحلموا بنظرة عيوني، تحلموا بنظرة عيوني، طول عمري قلبه خان، ولا كنت في يوم حبايب، طول عمري قلبه خان، ولا كنت في يوم حبايب، والناس يا ليلى ليلى ليل، والناس عالطيب متعايب، لا تستغرب، لا 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 لا، ولا تستعجل، ادي الزمان
هادي الزمان، هادي الزمان اللي احنا فيه. انتوا مين؟ انتوا مين؟ انا مش عارفكم. سامحوني سامحوني يمكن مش شايفكم، اصل الصدفة سمعت عنكم من يومين. انتوا مين؟ انتوا مين؟ كنتوا ايه وبقيتوا ايه؟ مش دي الحكاية. اهم حاجة تعرفوا ان انتوا مش فارقين معايا. خدوا لكم فرصة وفكروا قبل ما تعالوا تكبروا تكبروا، او حتى لسه ما توصلوا. بالنسبة ليا صغيرين. انتوا مين؟ انتوا مين؟ عندي التاريخ بتاعكو كله من زمان، عالدغري ارجى لحد فيكم كان جبان. عندي التاريخ بتاعكو كله من زمان، عالدغري ارجى لحد فيكم كان جبان. معروف تمامي والكل عارف قلبي تقيل، نصيحة مني اوعوا تيجوا على سكتي. على حيني واقف والكلام ما يهزنيش، انا مش فاضلكوا، انا ليا حالي ودنيتي. عاملين راسكوا براسي ازاي؟ هشيل الكدابين. لسه بدري عليكم وار قدامكم سنين. الوهم خدكوا فجأة شفتوا نفسكم مالهمش عزة، وللأسف عملوا معلمين. انتوا مين؟ انتوا مين؟ انتوا مين؟ الجمال ده يا خالد، الجمال ده بجد. انا بقالي فترة ما سمعتش أغاني حلوة كده بجد، يعني الفترة الأخيرة دي كانت أغاني المهرجانات، الأغاني بقى اللي هي فيها ألفاظ كده ما تليقش بينا ولا تليق بأولادنا. لا يعني أنا حاسة أنت رجعتني كده تاني للعصر فعلا بتاع حسن الأسمر. ما شاء الله، يعني أنا بتمنى ليك أن أنت تبقى في تقدم على طول، وطبعا تحب. انا عارفه ان انت بتعمل اغاني جديده كمان، اغنيه عن الادمان حقيقي. بس ليه اشمعنى اغاني عن الادمان؟ بص حضرتك، هو بقى وباء فعلا، وباء اكتر من الكورونا. كورونا، فانا عاملها بمشهد انا اللي بمثل فيه، انا اللي باخد وانا اللي بعمل، وهاجي في نص الاغنيه اكني مت. فعلا هصحى من النوم بقى بجيب بقى حياه المدمن، وهو لسه مدمن، وهو لسه وهو بقى متعافى. يعني انت عاوز تعمل توعيه للشباب. انت صعبان عليك الشباب اللي ضاعت دي. تمام. ان انت فعاوز تقول لو كملت في الادمان اخرتك. طيب احنا عاوزين نختم حلقتنا باغنيه من خالد البنان، النجم خالد البنان، للحلقه. نختم الحلقه باغنيه ايه يا خالد؟ وعاوزين نشكرك بجد يعني بالاغاني الجميله دي وبالطرب الرائع اللي سمعناه النهارده، ونتمنى ليك مستقبل رائع. انا عن نفسي متوقعه عليك ان انت تبقى نجم النجوم الفتره الجايه، واي حد يعني عاوز بقى يكلم خالد، الرقم بتاعه موجود على الشاشه، لان خالد فعلا كلنا عاوزين ندعمه، لان هو حد كويس ويستاهل ده مننا. فانت رايك ايه تختم معانا الحلقه باغنيه كده للجمهور بتاعك؟
ممكن وصية أب عادي. وصية أب عشان ماما طلباها، اتصلت بالكنترول وقالت أنا عاوزاها. ربنا يخليها لك. وإن شاء الله بقى نشوفكم على خير الحلقة الجاية. نسيبكم بقى مع النك تستمتعوا بيه. علي فاروق أول أول الكلام لأبويا الكفة طبا، مثلوا وقالوا الزمان اللي اشترى غير اللي ربى، في عز وجعي وفي عز خوفي انا بترمي في حضنه استخبى، لسه فاكر يوم ما قال لي خد يا واد تعالى اقولك ماشي اللي بيتهز ضلك، احمد المولى تعالى واحذر الايام تزلك، قال لي حب خلك بس اوعى تديله الامان لا يوم يذلك، ابويا قال لي مشي حالك وردي خالك ووصل الحبل الوداد، سيبك انت من اللي غاب، الغربة الغربة مش تغيير مكان، الغربة يعني تعيش في وحدة وانت متحاوط بناس، يعني تبقى الدنيا واخدة الفكر منك ساس وراس، نصيحة مني يا ابن الدنيا لو قرفك في عيشتك عدي فوق دماغها ودوس، خدها حكمة من ابوك العجوز، الراحة يا ابن راحة البال عمرها ما كانت